نتواجد الآن في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة التونسية، حيث يشارك المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في مسيرة دعم وتأييد لمؤسسة الرئاسة. وخلال هذه المسيرة ترفع الأعلام التونسية إلى جانب الأعلام الفلسطينية، وذلك في إطار دعم التونسيين لأهالي قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية ضد أهالي القطاع، وللمطالبة بوقف فوري لهذه الحرب. كذلك هناك لافتات رفعت تطالب بالمحاسبة وتؤكد على رفض التدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية. نطلع أكثر من أحد المشاركين، لماذا جئتم اليوم؟ كل الجماهير التي جاءت الآن وهي جماهير تنتمي إلى المجالس المحلية من مختلف جهات الجمهورية، وكذلك حركة النضال الوطني التي نحن ننتمي إليها، جاءت لتناصر الرئيس، لتناصر شعار السيادة الوطنية لبناء الاقتصاد الوطني. إذن هذه هي الصورة هنا في وسط العاصمة التونسية، هتافات وشعارات مؤيدة ومساندة لمؤسسة الرئاسة التونسية وللرئيس قيس سعيد. ياسر دبابش، الغد، تونس.